حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا